يعني انت احنا سالعوده اولا هو مو قضيه تكاسل، يعني الحكومه لها رؤيه في التعامل مع الاحداث، يعني مو مثلي ومثلك، يعني تعرف مؤسسات دوله، دبلوماسيه، قوانين، تشريعات دوليه، اتفاقيات دوليه، يعني وهي هذه طبيعه الدوله تتعامل بها، يعني هذا هو الروتين الحكومه اللي تتعامل معها. ولكن الاراده السياسيه موجوده كانت واتخذ هذا القرار، وهذا القرار يعني قرار شجاع. اثنين انه عملية التباطؤ، لا ابدا ما نشوف التكاسل، يعني ما نشوف تكاسل. اذا تحدثنا عن الحكومه العراقيه تكاسل، ماذا عن بقيه الدول؟ 60 دوله عربيه واسلاميه ما صدر حتى بيان شجب ولا استنكار. بالعكس، يعني العراق اليوم هو في مقدمه الذي رفض بذلك. تظاهرات الاخوه الصدريين، تظاهرات بقيه الاطار والجماعات الاخرى والجهات الاخرى محترمه ومؤثره كل الاحترام، بس البعض يقول اسقاط فرض. نعم تظاهرات نعم. الاطار اسقاط فرض بس. لا انت هذا فهمك لهم، هذا ثاني هذا اقول لك البعض هساني ما عليه. لا هساني يحسبها هو حسب فهم الموضوع، يعني حسب فهم الموضوع اسقاط فرض. الموضوع طلع بالشارع، طلع هادي العامري لافع لازم القران، طبعا شخصيات سياسيه طلعوا الناس من القرآن، وبالتالي هذا هو، يعني هذا هو أيضا المجمع العلمي السني طلع صدر بيان، يعني هذا هو الذي، لأن هم هذه الجهات تنظر إلى أن قرار طيب الحكومة. هذا باختصار هذا النفس ليش تغير بين الحكومات السابقة وهاي الحكومة، أو تحديدا بين فترة الكاظمي وفترة السوداني، حتى نروح للأستاذ الطائف فدوى، ليش تغير؟ ليش أكون إيمان فعلي بمؤسسات الدولة؟ وفي السابق كان الدخول إلى الخضراء مباح للإطاريين، ما يخلوا مجال للحكومة. ما دخلوا الإطاريين، ما دخلوا الخضراء أبداً. أبداً. كانوا على الجادرية. كانوا على الجادرية. أبد. ولا بوابة السفارة الأمريكية. أستاذ عدي. نضرب السفارة الأمريكية. طبعاً نضرب السفارة الأمريكية.